إذن مشاهدينا نعود من جديد إلى صور تشييع الشهداء الذين سقطوا في منطقة الباب الشرقي ببغداد، ويعني هذه المنطقة تشهد اكتظاظا كبيرا لعدد المواطنين صباح كل يوم. يعني هي المنطقة في مركز العاصمة بغداد، وبالتالي يعني هذا الانفجار في هذه المنطقة بالذات خلف عددا من الشهداء والجرحى، وكان واضحا في تصريح رسمي لعدد الشهداء الذي وصل إلى 32 شهيدا فضلا عن عدد الجرحى الموجودين في مستشفيات بغداد. هذه صور مباشرة أمامكم للسيارات تنقل جثامين الشهداء إلى مأواهم الأخير، وأيضا المواطنون المتجمعون لتوديع الشهداء وللوقوف على المكان ذاته الذي ودعوا فيه أحبتهم بعد أن كانوا قد فارقوا هذه المشاهد منذ مدة طويلة، ليعودوا من جديد اليوم يقفوا الوقفة ذاتها. ولكن أيضا هناك تحذير من التجمعات في أي منطقة كما ورد من قيادة عمليات بغداد، لذلك هذا التجمع هو أيضا محمي بوجود الأجهزة الأمنية والاستخبارية المحيطة بالمدنيين المودعين لجثامين الشهداء. هذه صور مباشرة من منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد.